اليوليد عندنا الملزمة الثامنة والتاسعة، هاي الأخيرة. بعدنا الديفاين التعريف. أول شيء quality control يعني QC، تمام. quality assurance اللي هو QA، هذا الأول حرفين ماخذهن مسويهن زين. هذا يعتبر part يعني جزء من شنو، من ال A. هسه راح أقول لك ليش. شنو وظيفة ال quality control؟ اللي هو control of the error. هنا هذا تعريفه، بس هذا تعريف مو هيجي، انزل جوا هذا التعريف الحقيقي. The process of detecting the error. اوكي، هاي عملية انه نكتشف المرض، نكتشف الخطأ. عندنا وين نروح نكتشف وين؟ عندنا هنا ال QA اللي هو شنو، system or procedure in the place to avoid the error. شلون اتجنب الخطأ؟ هنا اتجنب الخطأ، هناك لا، اكتشف الغلط. اكو فرق بين اتجنب الغلط انه اعرف انه هذا غلط وعوفه، وشون انه انا اكتشفت انه هذا غلط، يعني وقعت بنفس الغلط واكتشفته. تمام، ننزل جوا. عندك process of the quality control. اول شيء اللي هو شنو، monitoring analysis process. اوكي، اراقب العملية، هاي معناها اراقب العملية. ثاني شنو، monitoring the analysis error، يعني اكتشف او اراقب الاخطاء بالعملية. تمام، هاي عملية، هاي أخطاء. تمام، correct the result، أعدل النتيجة. تمام، عندك reduce the morbidity and morality، يعني الوفيات والقتل والوفيات يجي شيء. عندنا reduce the economy loss، اللي هو شنو، نقلل من الخسارة الاقتصادية عندنا. أوكي، هاي purpose. أنا عن نفسي راح أخذ 4 أو 3 أقعد أكتبها. طبعا عندنا الأدفانتج، الأدفانتج أكون 2 اللي هو شنو، monitoring the result has target the value، محتاج يعني هو خريط ويعبس هالقد. نزل جوا عندك disadvantage اللي هو شنو، reanalysis the patient، يعني إعادة التحليل، نسوي تحليل مرة ثانية. وعندنا result can be reported before the problem is detected، بقى النتيجة قبل اكتشاف المشكلة. اوكي، يعني عرفت النتيجة بعدين اكتشفت المشكلة، هاي المشكلة بحد ذاتها. تمام، ننزل جوا عندك هنا the quantity examination. اوكي، the quantity need to شنو، هذا مو تعريف، need الى شنو، need الى accuracy يعني دقة، و pre يعني accuracy، وهاي الكلمة هم معناها دقيق. اوكي، تعريف وين، التعريف معناه measurement produce a numerical value، يعني شنو، يعني يعطيك ارقام. اوكي، اذا اعطاك ارقام معناها شنو، quantity. تمام، تمام، ننزل جوا. عندنا quality، الكواليتي لا، اللي هو measurement the present of absent of substance، اكو مواد لو ماكو مواد. على سبيل المثال الشكل، هنا مو numerical، not numerical يعني ليست اعداد، مو يعطيك مثلا 35، لا يعطيك شكل، يعني مثلا على سبيل المثال هذا morphological، موجودة بالmorphological، بالmicroscopic، بالserological، مثلا few plus plusين، هاي يعتبر normal abnormal positive negative، هذول يعتبرون شنو، امثله الكواليتي، ما تعتبر اعداد. نزل جوا، هذا مثال على الكواليتي اللي هو strep. نزل جوا عندنا هنا السيمي كوانتيتي. سيمي كوانتيتي هو شنو، are similar to quality، يعني يشبه منه، يشبه الكواليتي ان the result، بالنتيجة، بس نطي شنو، are not exposed in the quantity term، يعني ما نطي فت كلمات تعبر عن الأرقام، يعني هو يشبه الكواليتي بس ما نطي أرقام، تفهم شلون؟ يعني هسه مثلا trace amount يعني شنو، يعني موجود أثر منه، moderate amount يعني متوسط القيمة. اوكي، هذني وين نشوفهم؟ نشوفهم بالديبستيك، ونشوفهم بالسيرولوجيكال اجلوتينيشن. هذني مو ارقام، هذني يعني شلون اقول لك، يا ما تقدر توصفها بارقام،
فتعتبر تشبه ال شو يسموه الكواليتي. هسه مثلا الحليب تقدر تعدد كم اكو حليب بيه؟ لا ما تقدر تعدده، فهو تقريبا يشبه هيجي شي. عندنا كنترول ماتيريالز. زين، الكنترول ماتيريالز إلى تعريف: are the substance that contain the establishing amount of the substance being tested the analytic. الكنترول هي المواد اللي موجودة، يعني هي الراتشيتة، شايف هذا الراتشيتة الموجودة اللي يقول لك المكونات، فهو تقريبا نفس المكونات الموجودة بالراتشيتة مادوها على سبيل المثال. عندنا هنا الـ purpose of control. إذا سألك يابا إحنا ليش عندنا purpose of control؟ أول شيء reliable of the test، هل هو ينفع ويا التست مالتنا؟ المواد الموجودة هل تنفع ويا التست مالتنا؟ عندنا شنو operated the performance، يعني نشوف الأداء مالتها هل هو الأداء جيد. عندنا environment conditional اللي هي البيئية، مثلا يقول لك يابا هذا الشيء لا تخلي الكيت هذا لا تخلي بالجو الحار، احنا خليناه بجو حار هنا ما يصير نستخدمه، فهنا الانفايرمنت تحكم. هذول شنو اذا قال لك purpose of control، purpose of control نزل جوا. انا الفرق بين الكالبريشن والكنترول، الكالبريشن هو specific concentration، هو التركيز المحدد. اوكي، used to set the calibrate the point on the scale، هو اللي هو نقطة محددة يصير التفاعل. مثلا هنا على سبيل المثال التفاعل يصير بالنقطة مال اثنين، فهاي النقطة محددة. عندنا الكنترول لا، الأمر مختلف، اللي هو has stabilization concentration، يعني هو تركيز مقرر، احنا مقررين يابا الليمت مالته اللي هو مثلا هنا 4.5. فهذا شنو هو control are used to ensure the procedure is working، يعني نشوف اذا البروسيجر يشتغل ولا لا. تمام، هذا اذا نشوف فد نقطة معينة فعالة لو لا. زين، ننزل جوا. عندنا الكاركتر، الخصائص. اول شي diagnosis sample، تشخيص العينة. value cover the medical discussion point، ما ادري شلون راح تحفظها بس لازم تحفظها. عندك matrix، عندنا available in the large quantity، اكو كمية عالية منه. عندك stored in the small alcohols، alcohols يعني division، يعني اقدر اخزنها فد مكان يعني صغير او قسم صغير. ننزل لا هنا عندك شون type and source of the control material. اوكي بقى احنا عندنا طرق نخزنها بيها، اللي هو شنو الفرويزن اللي هو التجميد، عندنا فريز دراي يعني تجميد اليابس او الجاف، عندنا الكيميكال تخزين بالكيميك بالاشياء الكيميائية. نزل جوا. تمام، عندنا هنا الستين، الكواليتي كنترول اوف ستين، الصبغ. تشيك ذا سيل. تمام، عندك سايتول كريستال فورميشن، وعندك تشيك ذا بكتيريا كونتامينيشن. هنا خلصنا الملسمة، وحتى خلصنا نص السنة همين.